احنا في برنامج قطر الذكية نسعى ان نحقق اهداف واضعينها كدولة، من ضمنها 15 هدف بالضبط، 3 منهم في البيئة. احنا قاعدين نستعمل الدرونز هنا او الطيارة من غير طائر عشان نقدر نلقى المخلفات اللي موجودة في الصحراء اللي يخلونها بعض المخيمين، وطبعا نحاول نستعمل التكنولوجيا عشان كدولة نوفر فلوس ومجهود وموارد في وجود الحلول اللي احنا محتاجينها في طرق. مسوع طيارة بدون طيار هذا بيعمل إضافة كبيرة لأمور الرقابة البرية أو البحرية على السواحل أو داخل البحر، وراح يكون في ربط يعني ضبط من قبل رواد البر بعدم ارتكاب أي جريمة، تحقيق لرؤية قطر 2030. طبعاً إحنا كدولة نسعى للأفضل، وعشان نسعى للأفضل لازم نبدأ نفكر أفضل الأفكار ونطبق أحسن الحلول، وهذه أحد أحسن الحلول المتوفرة في العالم حالياً. اليوم طبعاً إحدى الرحلات التجريبية اللي إحنا قاعدين نقوم فيها للمشروع، نشوف إن النظام بدأ يلقى النفايات اللي موجودة في الصحراء بدون أي مجهود بشري، هو مجرد إن الطيارة تلقى شيء على طول ترسل حق الشخص المراقب في غرفة التحكم وتقول له ترى لقينا أشياء غير مفروض إنها تكون موجودة في هالمنطقة وفي هالتحديد. It is a custom drone and it has some specific qualities. It is made of a special material to be very light but also very resistant. It has a very long flight distance compared to the commercial drones that you find in the shops, and it can fly to high altitudes of over 100 meters, and it bears a special camera for taking the footage that we need for the video analysis software. ومن ثم تبدأ الطيارة تطير وتبدأ تشوف إيش هي التغييرات اللي حصلت في المنطقة، وبعدين لما الكمبيوتر يبدأ يحلل ويعرف إذا هذا مثلاً منطقة تخييم موجودة، نعرفها موجودة عندنا في السيستم من الإحداثيات ما نسوي شيء، لكن إذا لاك شافت مكان في أشياء غير موجودة أنها تكون موجودة على طول ترسلنا المعلومات.